على كل حال المزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز من مقر مجلس النواب. أحمد، أرحب بك معنا في هذه النشرة، التفاصيل الجديدة لديك، تفضل. تحياتي لك نانسي. هذا مجلس النواب الذي يستقبل كما ذكرت لليوم الثاني على التوالي نواب مجلس النواب المنتخبون ضمن نظام القائمة في الثلاثة أيام الأولى المقررة لاستقبال الناخبون ضمن نظام القائمة. وقد حددت الأمانة العامة لمجلس النواب ستة أيام لاستقبال النواب الجدد من حتى يتثنى لهم تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية في استقبال النواب الذين يتوافدون من أجل استلام الكرنيه الخاص بهم والحقيبة البرلمانية. على كل حال نانسي، اسمح لي أن أتعرف بمزيد من المعلومات والإيضاح حول هذه الإجراءات من خلال هذا اللقاء مع النائبة نانسي نعيم من سوهاج، وهي يعني المرة الأولى التي تكون يعني عضوا في البرلمان. ربما التقينا في صباح اليوم مع ثلاثة أعضاء كانوا أعضاء في البرلمان بالفعل في دورات سابقة. سيادة النائبة، أرحب بك على شاشة إكسترا نيوز، وأطلعيني إذا تفضلتي أولا عن الإجراءات المتبعة لاستلام الكرنيه والحقيبة البرلمانية. صباح الخير. منتهى الدقة والتميز الحقيقة من وقت ما دخلنا، من الإجراءات الاحترازية من حيث قياس الحرارة والماسك والالتزام بالكحول وما إلى ذلك، حاجة مطمئنة الحقيقة في ظل أزمة الكورونا الحالية. دخلنا واستلمنا كارنيهات بمنتهى الأريحية، يعني مفيش زحام. كانت فكرة هايلة قوي إننا تقسمنا على أيام علشان ميبقاش فيه تزاحم. أخدنا الكارنيه وسلمنا الاستمارات وأخدنا الحقيبة من سيادة الأمين العام، وتشرفت بالتعرف معاهم. يعني سيادة النائبة، نتحدث عن نسبة 25% والتي تجاوزت ربما نسبة السيدات أو تمثيل السيدات في البرلمان في هذه الدورة، تجاوزت 25% النسبة المقررة، فكيف تقيمين هذا الأمر فضلا عن وجود عدد غير مسبوق أيضا من النواب الشباب؟ ربما نتحدث عن نسب تاريخية بالفعل للمرأة وللشباب في هذا في دور الانعقاد الجديد. زي ما تفضلت حضرتك فعلا النسبه غير مسبوقه، يعني 25% مره او يمكن كترت كمان، احنا كنا 50% من القايمه، وده شرف كبير قوي، وده التمكين اللي بنتكلم عنه طول الوقت اللي فات. ودي صوره يعني ظهرت هذه الصوره جليا بقى في الانتخابات الوقت اللي فات، اننا ننزل 50% من القايمه، ده شرف كبير ومسؤوليه كبيره. ان شاء الله الوقت الجاي هنثبت كفاءتنا ونكون قدها ان شاء الله. هل يجعلك هذا الأمر تنوين يعني التحدث عن قوانين أو سن قوانين أو مشروعات قوانين خاصة بالمرأة، أم تريدين أن تنضمي لإحدى اللجان الأخرى؟ قوانين المرأة الحقيقة كلنا ننتمي إليها، يعني بحكم أننا مرأة ومنتبعها، لكن يمكن أنا وجودي في البرلمان، أنا كوني صيدلانية، يمكن هكون بركز أكثر في مشاريع خاصة بالصحة، متابعة قانون التأمين الصحي الشامل هيبقى في أولوياتي. بخصوص قوانين المرأة طبعا، وأنا كوني من الصعيد بقى يعني أتابع، وكنت عضو مجلس قانون المرأة الحقيقة، فده مخليني طبعا متابعة المرأة من أول ختان المرأة لغاية زواج القاصرات، وده دي قضايا كلها بنتابعها بشكل يومي، وهنكون بنتابعها بشكل اكتر دقه بقى وبروفيشنال اكتر يعني جوه البرلمان. قضايا مهمه تانية زي الصحه وشمول التامين الصحي في كل المحافظات، دي من اولوياتي الحقيقه، ده اللي في الوقت الحالي بفكر فيه. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء النائبة نانسي نعيم. إذا امرأة شابة من صعيد مصر تتحدث عن تهتم بقضايا المرأة، هذه هي الدماء الجديدة التي تضخ في البرلمان في دور انعقاده الجديد. هذا هو المشهد حتى هذه الساعة نانسي، وقد تابعنا على مدار اليوم وسوف نستكمل هذه المتابعة على مدار اليوم بالفعل حال استقبال مجلس النواب لنوابه الجداد الذين تمثل المرأة والشباب نسبة كبيرة بالفعل فعل غير مسبوق ربما من هؤلاء النواب. أعود إليك مرة أخرى نانسي. أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من مقر مجلس النواب، أنا بشكرك شكرا جزيلا أحمد على كل هذه التفاصيل.